السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض حاجة حلوة لعشاق المانجا. هنعمل كنافة بالمانجا، هنعملها بطريقة حلوة جدا سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا اي وقت خالص، والنتيجة بتاعتها ما شاء الله تحفة بجد. اتمنى بس ان انتوا تكملوا الفيديو معايا للاخر، ولو عجبكم طبعا الفيديو تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والكومنت بتاعكم طبعا بيشجعني وبيحفزني ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير. شايفين الجمال؟ بجد تحفة. انا هعمل ربع كيلو بس من الكنافة، هيطلع معايا العلبتين دول والكوباية الصغيرة دي، وكل اللي هستخدمه في المانجا هما مانجتين اتنين بس. هقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. دي ربع كيلو من الكنافة كانت في الفريزر، انا طلعتها من الفريزر كده وبدأت اكسرها وافركها بايدي. وطبعا الكنافة تتحط في الفريزر عشان تبقى سهلة تتفرج كده بسهولة معاكي، ما تاخدش منك وقت. لو طلعتيها بس وسبتيها 5 دقايق برا هتبدأ تفك ومش هتعرفي تفركيها كويس. اهم حاجة ان الكنافة تبقى ناعمة خالص. بفضل طبعا ان انا اجيبها واحطها قبلها بيوم في الفريزر عشان تبقى سهلة عليا وتتفتت كده بسهولة زي ما انتوا شايفين. ممكن بقى تاخديها ضربة في الكبة لو هي فريش لسه طازة، يعني خديها كده فرمة كده في الكبة عشان تبقى ناعمة كده. دي نص كوباية من الزبدة، دي زبدة فيرن، يدوب بس سيحتها كده، فكتها بس كده، يعني ايه ما سبتهاش تسخن، يدوب فكت كده. وهقلبها على الكنافة. طبعا تقدر تستخدمي اي نوع سمنة موجود عندك، مش شرط طبعا الزبدة، لو في عندك سمنة بلدي طبعا بتبقى حلوة قوي، بتدي طعم حلو كده وريحة حلوة للكنافة. ولو عندك سمنة عادية برضو كله شغال، يعني مش هتقول لا، بس كل ما كانت الزبدة او السمنة ريحتها حلوة طبعا بتدي طعم حلو للحلويات. انا كده خدتها وهفردها على الصاج، هحمر الكنافة كده على الصاج في الفرن. الطريقة دي بتبقى سهلة جدا ومبتاخدش اي وقت ولا مجهود خالص. بشغل الفرن بسخنه الاول، وبعد كده بفرد الكنافة كده زي ما انتوا شايفين، بفردها خالص كده على الصاج، وبحط الصاج على الرف اللي في النص، وبسيب الصاج كده ما بعملش فيه اي حاجة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، وبروح فاتحة الفرن مقلباه تقليبة واحدة بس، وبرجع ادخله تاني الفرن 5 دقايق كمان، وبتكون الكنافة احمرت معايا زي ما انتوا شايفين، يعني كده تقريبا ربع ساعة في الفرن. انا عندي هنا كم معلقة كده من الشربات، كنت عاملة قبلها بيوم او بيومين حلويات، وكانت بقى مني نص كوباية كده فحطيتها في التلاجة، فقلت اقلب كده معلقتين ثلاثة من الشربات. انا في العادة ما يعني مش بسقي الكنافة، مش بسقيها شربات. الكنافة اللي بعملها الكنافة يعني اللي هي بالمانجا دي انا مش بسقيها شربات خالص، بس عشان انا كنت محضرة الكريم شانتيه، والكريم شانتيه اللي كان عندي كان السكر بتاعه قليل شوية، فحبيت كده اسكر الكنافة بكم معلقة كده من الشربات اللي معايا، واصلا كده كده كان جاهز عندي، ف يعني حطيت كده كم معلقة كده. ما تكتريش شربات لو هتحطي علشان الكنافة ما تبقاش ماسكة في بعض كده وتبقى ناشفة. هنا معايا كريم شانتيه برضو كان في الفريزر كده، طلعته قلبته كده بالمعلقة كده بالسباتيولا كده كام تقليبة، وحطيته في كيس تلاجة علشان يبقى سهل في التوزيع. الكريم شانتيه انا ضرباه بعصير مانجا، بيبقى طعمه حلو قوي. لو هتعملي الكنافه بالمانجا بالطريقه دي هتعجبك جدا، ما تضربيش الكريم شانتيه بلبن ولا بميه. هتعملي كوبايه عصير مانجا، تعمليها كده عصير مانجا مركزه، يعني تبقاش خفيفه، يبقى العصير تقيل، يعني ما تزوديش ميه كتير وانت بتعملي العصير، يدوب شويه ميه صغيرين كده بس، واضربي الكريم شانتيه بالعصير اللي انت هتعمليه. وطبعا وانت بتعملي العصير حطي السكر، يعني اظبطي العصير كده بالسكر بتاعه عشان يبقى سهل عليكي وانت بتضربي الكريم شانتيه، ما ترجعيش تضيفي بقى سكر تاني. الطريقه دي بتبقى حلوه جدا وسهله، والطعم بيبقى بصراحه تحفه، يعني بتبقى طعم الكريمه كده مميزه، غير ما هتعمليها بالكريمه بيضه كده او تضربيها باللبن او تضربيها بالميه، لا طعم الكريمه بالمانجا وهي مضروبه بعصير المانجا بصراحه بيبقى طعمها حلو قوي. زي ما انتوا شايفين هنا بقى الخطوات اللي انا بعملها، حطيت طبقة من الكريمة، وطبعا انا حطيت الكريمة في كيس التلاجة فكان سهل عليا ان انا اشكل كده الطبقات.
افضل طبعا ما تحط بالمعلقة. وحطيت طبقة من الكنافة، طبقة حلوة كده من الكنافة زي ما انتوا شايفين، وزع كده بالمعلقة وبظهر المعلقة كده بتساوي الكنافة. شايفين درجة اللون بتاعت الكنافة ما شاء الله، درجة حلوة جدا كده، واخدة سوا حلو. انا هنا مقطعة بقى المانجا قطع، المانجا دي كانت عندي في الفريزر، انا مفرزة مانجا بفرزها كده زي ما هي، ما مش بقطعها ولا حاجة، انا بفرز المانجا كده سليمة زي ما هي وبطلعها من الفريزر، ما بسيبهاش تفك يعني، بسيبها 5 دقايق كده بس، وببدأ اقشرها واقطعها وهي لسه جامدة عشان تتقطع معايا حلو واعرف اقطعها، لو سبتها تفك مش هتعرفي تقطعيها كده. خدت كده قطع من المانجا زي ما انتوا شايفين وحطيتها على الكنافة، عشان انا عايزة كده قطع المانجا تبقى في قلب الكنافة كمان من جوه. وهحط طبقة تانية هنا كده من الكريمة، شايفين شكل الكريمة اللون بتاعها، اللون بتاع الكريمة اصفر خالص لان زي ما قلتلكم مضروبة بالمانجا، فاللون بتاعها ما شاء الله جميل، وطعمها تحسوا ان انتوا يعني بتاكلوا ايس كريم مش بتاكلوا كريم شانتيه عادي يعني. طبقة تانية كده من الكنافة من الكريمة بحطها على المانجا بفردها، وبعد كده هحط كمان طبقة كنافة على الوش. بصوا سهلة جدا ومخدتش اي وقت خالص، وخصوصا كمان ان كانت الكريمة مضروبة عندي وجاهزة، فبصراحة انا عملتها كده مخدتش مني 10 دقايق وانا واقفة. هاخد برضو كده طبقة كنافة كده برضو تكون كويسة، وما شاء الله ده ربع كيلو بس من الكنافة، ودول منجتين انا طلعتهم وقطعتهم واستخدمتهم كده زي ما انتوا شايفين، حشيت بيها العلبة كده من جوه يعني، حطيت كده في الكنافة من جوه قطع زي ما انتوا شايفين، وهحط كده برضو على الوش، عاملاها كده ايه مانجا يعني، تاكلي كده تحس ان انتي بتاكلي مانجا في مانجا يعني. سويت كده الكنافة بظهر المعلقة برضو، ولو في اي حاجة بقى كده طلعت على حرف العلبة طبعا بتنضفيها. وبعد كده بحط قطع من المانجا زي ما انتوا شايفين، حلوة جدا وسهلة مفيش فيها اي حاجة، والمكونات بتاعتها بسيطة، وانت لو رحت اشتريتي حاجة زي كده من محل طبعا من بره هتبقى تكلفتها عالية جدا، فطبعا لو هتعمليها في البيت هتوفر كتير. المانجا كده كده موجودة في السوق ومالية السوق، فالحقي بقى ايه اعملي الحاجات الحلوة دي قبل ما المانجا تروح. هنا في باكو من الجيلي هحطه كده هدوبه في حوالي نص كوباية من المية السخنة، انا عايزاه مركز كده مش عايزاه خفيف، علشان احطه يغطي كده طبقة المانجا، عشان تفضل المانجا ما تتبلش مني، ما تحط في التلاجة المانجا ما تتبلش، وبرضو في نفس الوقت بيدي طعم حلو قوي. باخد بس بالمعلقة كده وبغطي وش المانجا بتاعتي كلها، وطبعا الجيلي جيلي مانجا عشان يبقى نفس الطعم. ممكن تقدر تستغني عن الخطوة دي، ممكن يعني ما تستخدميش الجيلي وتغطيها، تغطي العلبة كويس وتحطها في التلاجة، بس انا فضلت ان انا احط طبقة الجيلي عشان تحفظ المانجا اكتر. بس ما شاء الله شكلها يعني بيتكلم عن نفسها. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا من الفيديو اتمنى ان انتوا تدعموني، ولو ما اشتركتوش في قناتي لحد دلوقتي بتمنى طبعا تشتركوا فيها، واشوفكوا على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.